سلام دكاترة. هسه هاي الملزمة راح أشرح لكم بيها عن الـ water community water fluoridation، أو خلينا نقول شلون نحط مي فلورايد بالمي وشلون نحط فلورايد بالمي مات المدارس، مات خلينا نقول المحلات والمدارس. هو الحكي هذا المقطع الأول وفوه أصلاً، لأنه يعني حرفياً ولا شيء يقول community water fluoridation، هو أو نقول الاسم الثاني fluoridation وحده، هو إنه إحنا شلون نستعمل الفلورايد ضد الكيريز وشلون ندخله بالمي وما أعرف شنو. والأبحاث أكو أبحاث قالت لنا CDC هما أكثر، خلي يقول هذا أكثر أو توب 10 إنجازات اللي صايرة بقرن العشرين، وهالحكي هذا جداً شيء بلا معنى. communal water artificial fluoridation قالوا الفلورايد مفيد للأسنان ضد الكيريز، هاي بالنسبة للكيريز. وبنفس الوقت لازم احنا نشيك المنطقة قبل ما نحط الفلورايد بالمي مالتها، يعني مثلا خلينا نقول منطقة الكيريز مالتها هواية، راح اني احط لها فلورايد هواية على مود يرهم ويا الكيريز مالتها، او منطقة الكيريز مالتها قليل راح احط لها فلورايد قليل على مود يرهم ويا الكيريز مالتها. اوكي، الهيستوري اوف ووتر فلورايديشن، طبعا دينز قال انه احسن شيء 1 ppm فلورايد نحط بالمي بدون ما لا يسوي لنا كيريز ولا بنفس الوقت يسوي لنا فلوروسيس، حتى لا يصير لا عنده سايد ايفكت ولا ويكون افكتيف مضبوط. 1 ppm المضبوط. اوكي، ب 1945 ايش سووا؟ سووا تجربه، جاء راحوا على ولايه ميشيغان بامريكا، جابوا مكانين جراند وهذا اللاخ ما اعرف شلون الفاظ اسمه. المهم هذا المنطقتين، منطقه قاموا قاسوا الكيريز مالتها، شافوا انه الكيريز مالتها 5.7. زين، شافوا انه الكيريز مالتها 5.7، خلوا مي بمنطقه، عفوا خلوا فلورايد بمنطقة وما خلوا فلورايد بالمنطقة الثانية. النوبة جوي ورا 6 سنين شافوا الجهال اللي عمرهم 6 سنين، سووا عليهم سيرفي، يعني بوكتة كان أكو أمهات حوامل، هذول الحوامل هم قاموا يشربون مي بفلورايد بمنطقة واحدة، والمنطقة الثانية الأمهات الحوامل ما يشربون مي بفلورايد، يشربون مي عادي. أوكي، فشافوا جوي قاسوا الكيريز ورا 6 سنين بالجهال اللي عمرهم 6 سنين، شافوا إنه الكيريز بالمنطقة اللي بيها فلورايد قل إلى 3، ماشي، قال إلى 3، لأنه شنو كان بي فلوريديتد ووتر، فشنو الفلورايد يمنع الكيريز توصلوا لهالشي، بينما بالمقابل المنطقة اللي ما خلوا بيها فلورايد بقت على نفس ما هي 5، ما قال الكيريز أبدا. هاي بالنسبة للهستري كله بدون ما أدخل روحكم. Artificial water fluoridation قالوا احنا راح نحط، يعني الـ World Health Organization بـ 1984 قالوا احنا راح نحط فلورايد بالمي بس على أساس درجة حرارة الجو، مثلا بالعراق انت عندك الجو حار، بموسكو الجو بارد، بالعراق راح يحطوا لك فلورايد قليل لانه انت تظل تشرب مي تشرب مي، اذا خلوا لك فلورايد هواي راح تتسمم بالفلورايد، يصير توكسيسيتي، يصير فلوروسيس وهكذا. اما بموسكو شافوا انه الجو بارد، الناس ما تشرب مي هواية كل شوية، قاموا شو يسوون؟ يزيدون نسبة الفلورايد، يعني مثلا هناك الفلورايد بجلاس، خلينا نقول بجلاس المي الواحد اللي هم يشربوا الفلورايد 2، يمنا لازم بثلاث جلاسات الفلورايد يوصل 2، ماشي، هاي الاثنين من يم يعني هيك، خلينا نقول بس يعني المقابل مثلا هناك لانه بارده يشربون جلاس مي واحد، خلينا نقول كل ساعه، احنا كل ساعه يشربون 3 جلاسات مي. اوكي، فلازم نسبه الفلورايد تكون متساويه. فش صار اخر شيء قرارهم انه الفلورايد حينحط على حسب التمبرتشر مالت الاريا. اوكي، هاي بالنسبه للارتفيشال ووتر فلورايديشن ليفل. وطبعا قالوا انه بالمناطق البارد الحاره لازم اقل من 1 ملي جرام او 1 بي بي ام، ماشي، وبالاماكن البارده فوق ال 1.2، وسووا الرينج من 0.6 الى 1.1، هذا الرينج من حسب درجه الحراره. ليش احنا نسوي ووتر فلورايديشن؟ شنو الفائده بيه؟ هو رخيص، ما يحتاج موتيفيشن، الجاي والرايح يعطش ويشرب مي. زين، عنده فائده بري وبوست ايربتيف، هسه نعرف شنو. 50 إلى 60% بالاسنان الدائميه صار قلت الكيريز، و40 الى 50% بالاسنان اللبنيه قلت الكيريز. اوكي، وشافوا انه ديس ادفانتجات بيها. ديس ادفانتجات شنو؟ يعني تحتاج بوليتيكال ما بوليتيكال وهالسوالف، الدول الى ان ترهمون وياهم والسياسات وهالحكي هذا. ومايل تو مودريت فلوروسيس ممكن يصير، طبعا شوفوا اذا الفلورايد النسبه مالته تمام والمستخدم ده يستخدمه بشكل تمام ما راح يصير فلوروسيس. اوكي، اما اذا خلينا نقول شويه زاد عن حده والبيشنت ما عرف يستعمله فيصير له مايل لو مودريت فلوروسيس مؤذيه. وعندنا الرج توكسيسيتي، ممكن واحد عنده حساسيه من الفلورايد يوصل له مي للبيت بفلورايد يشربه يتحسس، هذا الديس ادفانتج. مثل ما قلت لكم فائده المي بالفلورايد بالمي هو سيستميكلي بري ايربتيف وبوست ايربتيف. البري شلون؟ يدخل بتركيبه السن، يعني اني الطفل ماتي بعد ما طلع اسنانه لازم يشرب مي بفلورايد على مود سيستميكلي يدخل بتركيب السن، يخلي لنا سن متمعدن، مينرال مضبوطه، فلورايد مضبوط، حتى من بعدين السن يكبر يكون له قابليه انه يسوي ريمينرالايزيشن، يكون كيريز ريزيستنس. زين،
ليصير بي او ريزيستنس للديمينلايزيشن والكيريز وهالسوالف. بينما ايش يقول النوبه طبعا يدخل بالتوث مورفولوجي همينه وبالكريستالات اللي يتكونها السن بحيث يمنع انه الكريستالات مثلا الهيدروكسيبتيت انه تموع يصير بها يعني سولبيليتي مالتها يعني خلينا نقول ريدكشن ان سولبيليتي يسوي ويحث على الريمينلايزيشن. هذا يساعد الفلوريد يساعد على الريمينلايزيشن مالت السن بس ورا ما يطلع. اوكي هاي فائده انه احنا ننطي فلوريد بالمي قبل ما البيشنت او الطفل يطلع اسنانه الدائميه. بالنسبه للبوست اريبتيف سيستميك، البوست اريبتيف سنك طلع بنفس اللحظه متكون السن بشكل تام؟ لا، السن اول ما يطلع يحتاج لسنتين الى ان يتمعدن كامل كالسيفايد بشكل مضبوط، بعدين وراها يتوقف خلينا نقول كل شيء بيه. فشي يصير يقول لك خلال هالسنتين اذا الطفل تعرض الى مي بي فلورايد توبيكال طخه اوكي راح يتراكم الفلورايد على السطح الخارجي مالت السن ويزيد من التمعدن مالته، يزيد من الريمينلايزيشن مالته اوكي والكيريز ريزيستنس. فلورايد كومباوند، هاي مكونات احفظوها مثل اسمكم، هاي ست مكونات موجوده بالمي، مكونات الفلورايد هاي سوالف كيمياء بس اكو دكاتره يجيبوها تعداد، اكو دكاتره يجيبوها ام سي كيو، فحاولوا على الاقل تحفظون شكلها. اوكي ميديكال اسبيكت اوف ووتر فلورايديشن، مختصر هذا المقطع كله شنو يقول؟ هوايه سووا ابحاث، ها ممكن ياثر يسوي كانسر، ممكن يسبب امراض، ممكن ما اعرف شو يسوي، انفكشن، ياثر على الاميون، يسوي زهايمر، بس بالاخير ايش وصلوا؟ وصلوا انه كل الابحاث تفقت انه الفلورايد اذا كان 1 بي بي ام نهائيا ما عنده مضار على الشخص، راح يمنع الكيريز وبنفس الوقت ما عنده نهائيا مضار اذا كان نسبه مئويه تمام، الشخص اللي دي يستخدمها بشكل تمام. وخلص هاي السالفه مالت الصحه العامه، يعني الفلورايد ما عنده اي مخاطر على الصحه العامه اذا كان بالحد المعقول. اوكي نعيد، اذا كان بالحد المعقول هاي تمام. بعد ايش عندنا؟ ها سكول ووتر فلورايديشن، فلورايديشن يقول السكول ووتر فلورايديشن انه انت تحط فلورايد بالمي مالت كل مدرسه، من خليت فلورايد بالمي مالت المدرسه ايش راح يصير؟ 40% من الكيريز نزلت، خلوا مدارس خلوا بيها فلورايد بالمي مالتها، بس بيها ديس ادفانتجات انه انت الطفل مو طول اليوم قاعد بالش اسمه، مو طول اليوم قاعد بالمدرسه، وبنفس الوقت مو طول اليوم يقعد يشرب مي بالمدرسه، تمام؟ ويكون عمره واصل 6 سنين يلا يدخل مدرسه، يعني احنا نريد بري اريبتيف، يعني البري اريبتيف ما استفادينا من عنده بس البوست اريبتيف، اوكي؟ فانا اريد بري اريبتيف افكتيف، اريد يصير افكت بي. فست سنين من عمره طايره الطفل بدون ما يشرب مي بفلورايد، اوكي؟ فهنا السالفه او الديس ادفانتج. بعد شنو؟ ها 4 إلى 0.5 أضعاف راح يحطون فلورايد بالمي مات المدرسة. ليش؟ لأن قلت لكم مستوى تعرض أو مدة تعرض هذا الطفل للمي للمي اللي بيه فلورايد بالمدرسة قليل، عندك 4 ساعات أو 5 ساعات يداوم الطفل، هاي ال5 ساعات يشرب خلينا نقول 10 مرات مي، هاي ال10 مرات لازم النسبة مالتها تكون 4.5 أضعاف المي مات البيت على مود يستفاد من عنده. قالوا انه لحد ال6 سنين كل الاسنان حتكون طالعه عدا الثيرد مولر، فيعني البري اريبتيف مثل ما قلت لكم ما استفادينا من عنده شيء نهائيا. There are no data. ها ورا ما الطفل يتخرج من المدرسه من المدرسه الابتدائيه قام ماكو اي ابحاث تدل انه فعلا كيريز ما بقت وما اعرف شنو، هذا الحكي انه ماكو ابحاث رسميه تدل على انه بعد التخرج كيريز ما بقت. نجي على هذا الجدول جدا جدا مهم، عندنا اذا كان اقل من 1 بي بي ام كل شيء ما عندنا، اقل من 1 ملي جرام بير لتر كل شيء ماكو، سيف ليميت. اذا 1 إلى 3 ممكن يصير دينتال فلوروسيس بس بالاسنان فلوروسيس، 3 إلى 4 بريتل اند ستيف بون انجين يعني بس عظامك مع عظامك تكون بريتل هشه، 4 إلى 10 هذا دينتال فلوروسيس وسكليتال فلوروسيس، الم بالركبه بالعظام بالظهر هذا يتدمر يعني خلص وممكن يؤدي الى هشاشه عظام. بالنسبه لهاي المزمه خلصت.